أهلا وسهلا بكم ثانية. الأسبوع الماضي كان من الجانب الدبلوماسي كارثيا لإسرائيل، فقد بدأ يوم الاثنين بطلب من كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من المحكمة التمهيدية لإصدار مذكرات اعتقال بحق 3 من قادة حماس، بالإضافة إلى رئيس وزراء إسرائيل ووزير دفاعها. واختتم الأسبوع الجمعة بإصدار محكمة العدل الدولية أوامر لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح. أفضل من يعرف المحكمة الجنائية الدولية هو من أسس جهاز الإدعاء فيها المدعي العام الأسبق لوي مورينو أوكامبو، الذي يخصنا اليوم بمقابلة حصرية حول أهم الجوانب القانونية لهذه القضايا. ولكن دعونا أولاً نتعرف على أهم المحطات في السيرة الذاتية لضيفنا الكريم. السيد لويس مورينو أوكامبو المدعي العام الأسبق والأول للمحكمة الجنائية الدولية، مرحبا بك على شاشة العربية. شكرا طلال على هذه الاستضافة الكريمة، أنا محبط للغاية لذا أنا سعيد جدا بالتحدث إليك. أود أن أبدأ بطرح سؤال لك عن إعلان كريم خان الأسبوع الماضي بأنه قدم للغرفة المختصة في المحكمة الجنائية الدولية طلب لإصدار مذكرة توقيف لخمسة أشخاص، 3 من قادة حماس، إضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت. هل من دلالة لتوقيت هذا التحرك من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان؟ الواقع أنه كان نشطا جدا بهذا الشأن، فقد زار إسرائيل ورام الله وقال أن هذه الجرائم ما كان لها أن ترتكب، وتحدث عن الجرائم التي ارتكبتها حماس وكذلك تلك التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، كما تحدث عن المشاكل في الضفة الغربية. إذن أعتقد أن ما قام به متسق جدا مع كان يقوله في السابق، ولكنهم لم يصغوا إليه، لكنه قال ما أنه سيفعل وقد فعل. هل تخشى أن الإعلان قد يشجع الأطراف المتهمة مع العلم أنها قد تتعرض للتوقيف؟ الواقع أن قادة حماس لن يغيروا رأيهم، وكذلك نتنياهو وبن غفير لن يغير رأيهما، والجانبان يقودهما قادة يرغبون في القضاء على المجموعة الأخرى. إذن يحدوني الأمل بأن التحرك الذي قامت به المحكمة الجنائية الدولية سوف يغير آراء العالم، هذا هو أملي. أعتقد أنه يجب أن نوقف النظر إلى هذا الأمر على أنه حرب، فالإرهابيون لا يمكن التحكم فيهم والقضاء عليهم من قبل الحرب، وإنما الحرب تفاقم الإرهاب. علينا أن نحقق العدالة، لذلك هذا مهم، يجب أن نتعلم كيف يمكن استخدام المحكمة الجنائية الدولية لإنهاء هذا الصراع. هذا هو التحدي الحقيقي. نفهم من الخبراء القانونيين الذين تحدثنا إليهم بأن في صلب قضية المدعي العام ضد نتنياهو وغالانت توجد جريمة التجويع المتعمد كأداة حرب.
بطبيعة الحال كل التهم الأخرى الإضافية تستند أيضا على أسس وقائع مماثلة سياسات إسرائيل لمنع المدنيين الفلسطينيين من الوصول إلى المساعدات الإنسانية بما في ذلك الغذاء والدواء التي هي مهمة لحياتهم. والتجويع هو جريمة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ما هي الصعوبات بهذا الخصوص؟ الواقع أنك تقدم فارق قانوني بسيط، وأعجبني أنك أصبحت محاميا الآن. الصراعات الدولية تتطلب دولتين تحاربان بعضهم البعض، ويمكن أن نجادل بأن حماس هي جيش لبلد مختلف، وبهذا المعنى يمكن أن تجادل في هذا الأمر، لكن التجويع هو جريمة حرب وهو جزء من العمليات القمع، وحتى التجويع هو يمكن أن يكون جزءا من الإبادة الجماعية، لأن شكل من ارتكاب الإبادة الجماعية هو إيجاد ظروف لقمع وخنق الناس، وهذا هو التجويع. الأمر يتعلق بوجود النية، ولذلك فإن هذا الرفض عندما قالت المحكمة الجنائية الدولية بأنه لا يجب أن تدمر هذه المجموعة، فهذا يكشف عن النية الجنائية لارتكاب إبادة جماعية. الأمر لا يتعلق باليهود أو العرب، وإنما مستقبل البشرية. فإذا حماس ارتكبت إبادة جماعية ونتيجة لذلك ترتكب إسرائيل جرائم حرب وإبادة جماعية محتملة، إلى أين نذهب في هذه؟ وأنا طبعاً أنا سعيد بأن المحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية هاتان هما المؤسستان العالميتان الواحدتان اللتان تحقق العدالة تقولون ذلك بكل وضوح. وهذه لحظة للقادة السياسيين ليفهموا ذلك بأن هناك حد يجب تقيد به. وفي هذه الحالة أليس هذا هو الجانب الأصعب بالنسبة للمدعي العام والخاص بإثبات النية بأن كندا إسرائيل النية لاستخدام التجويع كأداة حرب؟ أليس كذلك؟ لا أعيست لدي الأدلة التي جمعها المدعي العام، ولكن كريم خان قام بتحرك غاية في الذكاء، فقد طلب من 6 خبراء قانونيين مرموقين مراجعة الأدلة التي جمعها، البعض معروفون مثل أمل كلوني وغيرها، ولكن هم ممتازون كلهم، ولكن أعتقد أن ثيودور ميرون هو فريد من نوعه. فثيودور ميرون ولد في بولندا في 1930، وكطفل فهو زج به في معسكر العمل القسري للنازيين، وهو ناج من المحرقة، وكان هو مستشار قانوني لإسرائيل والولايات المتحدة. وهذه هي مؤهلات لا يمكن أن يشك أحد بأنه مناهض لأمريكا أو إسرائيل، وهو لقد أيد البيان الصادر عن المدعي العام. ليست لدي معلومات بشأن الأدلة ولا تحدث إلى كريم خان، ولكن أعتقد أن هؤلاء الخبراء القانونيين 6 راجعوا الأدلة على مدى شهور وأصدروا بيانا قالوا أن هذه الأدلة مقبولة. عندما كنت مدعيا عاما من تشاورت مع الخبراء القانوني الدولي، ولكن ليس بهذه الطريقة العلنية، ولكن تحرك كريم خان كان رائعا، والآن القرار بيد 3 قضاة سيتخذون القرار. إذن وبالنسبة لي المسألة تتمثل في كيف سيقوم العالم باستغلال هذه اللحظة المهمة. هذه قضية مهمة يمكن أن نناقشها. قل لي إذن كيف يمكن للعالم أن يستغل هذا التحرك من قبل المدعي العام كريم خان؟ حماس هي جماعة إجرامية منظمة، وكمدعي عام بالنسبة له يركز على قادة الجماعة ثم يركز على الأموال، لأن إذا ما حصلت حماس دائما على أموال لشراء الأسلحة فهم لا يكترثون بعدد مقاتليهم الذين يقتلون،
وهناك تقارير صدرت في نيويورك تايمز وستريت جورنال تكشف عن أن شركات تركية وإيرانية توفر الأموال. إذا كان هؤلاء الأطراف خارج غزة لا يتوقفون عما يقومون به، لن تتوقف حماس. لذلك بالنسبة لي نحن في عملية عمياء غبية، وقتل الناس في غزة لن يوقف حماس، ولكن وقف الأموال تحصل عليها حماس سيساعد على اعتقال قادتها. لذلك علينا أن ننتقل من الحرب إلى تحقيق العدالة، والمحكمة الجنائية الدولية مثل جيد يمكن أن يساعد. وكريم خان طلب بتوجيه التهمة لثلاثة قادة من حماس. الولايات المتحدة وإسرائيل يمكن أن تقدم معلومات مالية، ويمكن بعد ذلك التعقب واعتقال من يمول حماس. هذه مسألة حاسمة، بدون ذلك لن نذهب بعيدا. في بعد 6 أشهر إذا لم يتغير شيء ستكون إسرائيل قد قتلت 60,000 شخص لكنها لم تقضي على حماس. إذن وقف حماس يتطلب وقف تدفق المال إليها، ولذلك فإن هذه فرصة متاحة. إذا رأت الغرفة المختصة في المحكمة الجنائية الدولية بأن الأدلة مقبولة وتصدر مذكرة توقيف ضد الزعيمين الإسرائيليين على سبيل المثال، هل يمكن أن يتجنب الاعتقال من خلال استخدام مبدأ التكامل الوارد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهو يتطلب من المدعي العام والمحكمة إحالة القضية إلى سلطات التحقيق الوطني الراغبة قادر أيضا على التحقيق والمقاضاة؟ نعم. نعم، هذا سؤال مهم جدا، لأن وزير الخارجية بلينكن اشتكى بأن المدعي العام كان يزور إسرائيل ثم توقف وأصدر بيانه دون منح إسرائيل الفرصة. إن مبدأ التكامل الذي أشرت إليه صحيح، وبلينكن صحيح أن يذكره، ولكنه مخطئ. بلينكن مخطئ أن يتهم المدعي العام، لأن المدعي لم يخطئ، لأن اليوم ليس هناك السلطات المحلية يمكن أن تطلع بهذا الأمر. قد يحدث ذلك غدا، وقد أعلنت إسرائيل بأنها ستنشئ لجنة تحقيق وأن لديها أدلة يمكن أن تطرحها، ولكن ذلك لا يكفي. ولكن لو غدا المدعي العام الإسرائيلي لو بدأ تحقيق ضد نتنياهو وقال تحقيق حقيقي وصادق، هذا سوف ينهي الإجراءات في المحكمة الجنائية الدولية، فالقضاة لن يصدروا أي مذكرة توقيف ضد نتنياهو وغالانت إذا ما بدأ مدعي عام إسرائيلي تحقيقاً حقيقياً. وإذا كان أو هل نتنياهو يخشى أكثر التحقيق تحقيق المحكمة أم التحقيق الإسرائيلي؟ لست أدري، ولكن بالعودة إلى النقطة التي أثرتها، في الوقت الذي يبدأ تحقيق إسرائيلي حقيقي فإن الإجراءات في المحكمة الجنائية الدولية ستتوقف، لكن نتنياهو سوف يكون أمام المدعي العام الإسرائيلي الذي سيجمع الأدلة ويوجه التهمة له، ولكن ربما المدعي العام الإسرائيلي قد يحصل على أدلة أفضل من المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية. وهنا تكمن أهمية المحكمة الجنائية، فقد تقوم بالتحقيق على تمويل حماس وإسرائيل، هذا جزء من التحرك الذي قامت به المحكمة الجنائية الدولية. لا يمكن أن ننتظر قرار القضاة، لكن التحقيقات إسرائيل عبر التاريخ ليس لديها سجل إيجابي أو أفضل إلى نتائج جيدة. أتذكر لجنة كهان التي شكلت عام 82 لتحقيق في أحداث صبرا وشتيلة، وكذلك لجنة فينوغراد التي أنشئت عام 2007 و2008 للنظر في أحداث حرب لبنان الثانية، ثم أيضا لجنة تركل التي أنشئت عام 2010 بشأن تحقيق في الهجوم على سفينة تركية مافي مومرا. كل هذه التحقيقات برأت إسرائيل وقادتها من أي سوء تصرف. هل نثق دائما بهذا النظام؟ طالان أنت مهم جدا وتتذكر كل هذه القضايا السابقة، ممتاز هذا.
الأمر. قضاة المحكمة الجنائية الدولية لن يثقوا بأي كان، ولكن بمجرد أن يبدأ مدعي عام إسرائيلي تحقيق ضد نتنياهو وغالنت، فإن القضاة سوف يبدأوا بأن يطلب معلومات من المدعي العام الإسرائيلي ويسألونهم ماذا تقوم بها ويقيمون المعلومات. الفرق مع القضايا السابقة التي أشرت إليها هي أن هذه المرة المدعي الإسرائيلي يدرك بأنه إذا لم يجري تحقيق حقيقي ستقوم المحكمة الجنائية الدولية بذلك، وبالتالي فإن المحكمة توفر حوافز للمدعي العام الإسرائيلي للقيام بتحقيق حقيقي، وهناك خيار لأن تقوم المحكمة بذلك. هل القادة الفلسطينية لديهم نفس الخيار أن يقوموا بحالة القضية إلى سلطة أو نظام القضاء الفلسطيني؟ هذا طبعا سيتطلب اتفاق بين حماس وحركة فتح، لأن فتح هي السلطة الفلسطينية التي عليها القيام بالتحقيق. لست أدري، ولكن في عهدي كان هناك اتصالات غير رسمية بين وحماس بشأن الإجراءات القضائية، ولكن لننظر إلى الأمر بجدية، فقادة حماس مستعدون للموت، يمكن أن يذهبوا إلى المحكمة الجنائية الدولية مباشرة ويبلغونها لماذا يقومون بما يقومون به، أن يعطوهم توضيح، لأنه لا يمكن نقبل أنه عليك القتل أشخاص لحماية الفلسطينيين، ويمكن أن يقدموا أدلة بشأن الجرائم التي ارتكبت ضدهم. إذن أعتقد في نهاية المطاف يمكن يكون هناك تحقيق من قبل حماس السيد الوطن، لكنه معقد وممكن محتمل. لكن ما اقترحه وهو اقتراح بديل، وهو أن قائد حماس في قطر يمكن أن يستقل طائرة غدا ويتوجه إلى لاهاي ويقول للقاضي لست بحاجة لاستدعاء لإصدار مذكرة توقيف ضدنا، وإنما يتقومون باستدعاء وسآتي للمثول أمامكم. إذن قادة حماس إذا ترفضون امضوا قدما، نقدموا أدلتكم أمام القضاة وأعرض ذلك. إذن هذا هو الخيار الذي هو متاح الآن. في 24 أبريل أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي وجهوا خطابا لكريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قبل صدور مذكرة التوقيف ضد نتنياهو وغالنت، وهددوا في الخطاب المدعي العام خان بعقوبات قاسية ضده وضد المحكمة الجنائية الدولية إذا ما طلب إصدار مذكرة توقيف، بما في ذلك عقوب تشمل عقوبات على الموظفين والشركاء ومنع كريم خان نفسه وأسرته من دخول أمريكا. ماذا يعني ذلك؟ أليس هذا تدخلا في الإجراءات القانونية القانونية الملزمة والتحريف العدالة؟ تتذكر طلال الرئيس ريتشارد نيكسون حكم لأنه تدخل في الإجراءات القضائية، وحكم دونالد ترامب لأنه تدخل أيضا في الإجراءات القضائية. هذه جريمة في الولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن نعلم أن ذلك يسري على الصعيد العالمي. لا يمكن الولايات المتحدة أن تحترم القانون المحلي وتتجاهل القانون الدولي، لذلك هذه لحظة أساسية بالنسبة لي لنفكر بمعنى القانون الدولي، وهذا مهم بالنسبة للولايات المتحدة لأنها أكبر قوة في العالم. لا يمكن لها أن تقول أنها تختار ما تريد في القانون الدولي، وهي تقول أنها تحب سيادة القانون، وبالتالي وفي المحكمة الجنائية الدولية هناك قاضي أمريكي صوت لمصلحة قرار كريم خان. إذن حان الوقت للقادة بأن يعدلوا موقفهم. الأمر لا يقتصر على إدارة بايدن أو ترامب أو أوباما، ولكن هذه السياسة الأمريكية
في 2010 قال أوباما أنه يؤيد المحكمة الجنائية الدولية عندما تروق له القضايا التي تنظر فيها. فالولايات المتحدة تختار ما يعجبها، وهي تحبها قضية بوتين لا تحب قضية نتنياهو، تحب قضية حماس، ولكن القانون هو القانون. أنتقل الآن إلى محكمة العدل الدولية. أمرت المحكمة إسرائيل بإبلاغها في فترة شهر بشأن تنفيذها للأوامر الصادرة عن المحكمة. هل يمكن المحكمة تنظر أو تقر بأن إسرائيل قد انتهكت، أو هل لها أن ترى ذلك وهذا يجعلها تحيل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي الذي يمكن أن يقرر عندئذ فيما إذا كان يجب اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل نتيجة لذلك؟ ستكون لحظة غاية في الأهمية هذه. يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يناقش في أي وقت قرارات المحكمة العدل الدولية، ويمكن لمجلس الأمن أن يصدر أمرا ملزما لإسرائيل لتتقيد به. وهل الولايات المتحدة ستؤيد ذلك؟ أنت الخبير يا طلال، لا أزور الأمم المتحدة الآن، ولكن أنت الخبير، وهذه يكون امتحان حقيقي لإدارة بايدن. هل تحترمون المبادئ أو أنكم تتجاهلونها وتتبعون أيضا فقط قيادتكم؟ هذا هو المهم بالنسبة لي. الأمر مذهل كيف أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تفصل بين الأمرين. منذ البداية قال بايدن بوسع إسرائيل أن تهاجم، لكن على احترام القانون الدولي، ومن الواضح جدا الآن بأن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي. لذلك الحديث عن الخطوط الحمر التي أشار إليها بايدن غير صحيحة. ما هي هذه الخطوط الحمر؟ المحكمة الدولية بأنه لا يجب تنفيذ الهجوم في رفح، ولكن إسرائيل تقوم بذلك. المشكلة هي ما هي الحدود القانونية والتفكير السياسي والقواعد العسكرية. هذه جوانب لديها قواعد توجيهات مختلفة، لذلك هذه القضية مهمة للغاية. فعندما يكون هناك احترام للقواعد القانونية، وعندما يكون هناك فهم سياسي للحدود القانونية، فهذا يساعد، هذا ما يحتاجه العالم. دهمنا الوقت، أود أن أطرح عليك سؤالا أخيرا السيد أوكامبو. المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن محكمة العدل الدولية أو أحكامها هي نهائية وملزمة قانونا لإسرائيل باعتبار عضو في المحكمة وكافة أعضاء الأمم المتحدة. ولكن طالما أن المحكمة ليس لديها سبيل لتنفيذ هذه الأوامر، هل يمكن لإسرائيل تتجاهلها دون أي عواقب؟ هذا هو السؤال، سؤال حاسم في القرن 21 بالنسبة للإنسانية. ما هو مستقبل البشرية؟ هل الأقوى هو الذي ينتصر، أو أن الحدود القانونية التي تنتصر؟ إن محكمة العدل الدولية تقوم بما عليها القيام به، أن يكون لديها هناك تفكير قانوني، على الدول أن تنفذ هذا. لذلك فالمناقشة لا تقتصر على غزة وإسرائيل، وإنما على نيوزيلندا وأستراليا وكندا والبرازيل وجنوب أفريقيا. ماذا ستفعل هذه الدول؟ كذلك اليابان. هذه لحظة لهذه الدول المتوسطة لتنهض وتقول هناك حد يجب توقف عنده. لذلك مهم جدا أن جنوب أفريقيا ومصر هما طرفان في الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية لحماية البشرية، وهذا يحتاج المزيد من الدول لحمايتنا. لوي مورينو أوكامبو، المدعي العام الأسبق والأول للمحكمة الجنائية الدولية، نشكرك على هذه المقابلة الحصرية وعلى رؤاك وكل مساعيك الحميدة من أجل البشرية جمعاء. شكرا سيدي. شكرا طلال، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بعد بضعة أيام في 5 يونيو/حزيران يحتفل العالم باليوم العالمي للبيئة، وتستضيف المملكة العربية السعودية هذا الاحتفال الدولي ومؤتمره البيئي السنوي الهام، ولأول مرة هذا العام في العاصمة الرياض. وللوقوف على تفاصيل وأهمية هذا الحدث العالمي وكيفية الحد من التهديدات المصيرية التي تواجه شعوبنا،
أرجو أن تنضموا إلينا وضيفتنا التي تقود جهود حماية البيئة في العالم بعد هذا الفاصل الإعلاني القصير، فلا تذهبوا بعيدا. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم ثانية. البرنامج البيئي للأمم المتحدة عمل يدا بيد ولأكثر من 50 عاما مع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى من أجل التعامل المشترك مع التحديات الملحة التي تواجه البشرية، مثل استعادة طبقة الأوزون وحماية بحار العالم والثروات الزراعية، مع دعم الاقتصاد الأخضر للدول العالم. ويركز البرنامج البيئي للأمم المتحدة جهوده الآن على إيجاد الحلول اللازمة لمواجهة التحدي البيئي الأساسي الذي يهدد عالمنا، ألا وهو التغيرات المناخية التي تعتبر أكبر تهديد للحياة كما نعرفها الآن. العالم يحتفل في 5 يونيو/حزيران من كل عام باليوم العالمي للبيئة من خلال إقامة مؤتمر دولي يعتبر منذ عام 1973 أكبر منصة للتواصل بين كبار خبراء البيئة من أكثر من 150 دولة، بالإضافة إلى مشاركة عشرات الملايين من العاملين والمهتمين بشؤون البيئة شخصياً أو من خلال المشاركة الافتراضية في فعاليات المؤتمر. المؤتمر يقام هذا العام ولأول مرة في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وستمثل الأمم المتحدة لفعاليات اليوم العالمي للبيئة في الرياض إنجا أندرسون، المديرة التنفيذية للبرنامج البيئي التابع للأمم المتحدة، والتي تجلس إلينا حصرياً اليوم عبر الأثير من مقرها الرئيسي في نيروبي، قبل توجهها إلى الرياض في الأيام القليلة القادمة للمشاركة في فعاليات اليوم العالمي للبيئة. تعالوا نتعرف سوياً على ضيفتنا الكريمة. إنجا أندرسون، USG and Executive Director. وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية المتحدة للبيئة. أهلا بك يا أستاذ عمر، شكرا جزيلا. تستضيف المملكة العربية السعودية اليوم اليوم العالمي للبيئة في 5 يونيو، وستتوجهين للسعودية بعد بضعة أيام مع التركيز على استصلاح الأراضي ووقف التصحر وبناء القدرة على التكيف مع الجفاف. هذه موضوعات غاية في الأهمية، حيث أن أكثر من 40% من الأراضي في العالم متدهورة، وهناك ملايين أو مليارات الأشخاص المتأثرين بالتصحر، وأكثر من 3/4 من سكان العالم يتوقع أن يتضرروا بموجات الجفاف بحلول عام 2050. ما هي الحلول الجماعية الواقعية التي يمكن أن تتمخض عن مؤتمر الرياض لمواجهة هذا التهديد؟ يجب أن نفهم حقا، عندما نخسر إنتاجية الأرض وخصوبتها وقدرتها على التجديد، لأن دائما نواجه موجات جفاف، عندئذ نكون في حالة خطيرة للغاية. إذن الجواب طبعا هو استصلاح الأراضي، وهذا هو الأمر المذهل. فإذا منحنا الطبيعة راحة قصيرة ودعم بسيط، فهي يمكن أن تجدد أنفسها. إذن استصلاح الأراضي هو الموضوع وهو الجواب لمكافحة التصحر وبناء القدرة على وقف الجفاف. فعندما يكون لدينا مليار هكتار من الأراضي المتدهورة، وهناك في عالمنا اليوم رغم
رغبة لاستصلاح هذه الأراضي وجعلها زراعي. كيف يمكن أن نقوم بذلك؟ نبدأ بغرس أشياء لتعزيز رطوبة التربة، لتتماسك التربة حتى يكون هناك موجات أو عواصف التربة، ويمكن نحافظ على دورة المياه حتى تتنفس الأوراق وتزداد الرطوبة في الهواء ويكون هناك أمطار. الطبيعة مذهلة ويمكن أن تجدد نفسها. إذن نحن نشعر بسعادة غامرة بأن السعودية رفعت يدها وقالت أنني سوف أستضيف اليوم العالمي للبيئة، وكذا سأستضيف كما تفضلت المؤتمر الأطراف الخاص باتفاقية مكافحة التصحر في وقت لاحق. هذا أمر عظيم، لأن السعودية تعاني أيضا من تدهور الأراضي، لكن السعودية أيضا هي داعم كبير محليا وفي الخارج لاستصلاح الأراضي وتدابير مكافحة التصحر. وكما تفضلت أن 40% من سكان العالم تضرروا من تدهور الأراضي، وهذا أمر يمكن لنا أن نعالجه ونوقفه. أنا أشعر بالسعادة أنك أشرت إلى المؤتمر مكافحة التصحر الذي سوف يعقد في نهاية شهر ديسمبر من هذا العام. فالسعودية تقود مبادرة الأراضي العالمية التي أطلقت خلال رئاسة السعودية لمجموعة العشرين في 2020، وستستضيف أكبر مؤتمر للأمم المتحدة على الإطلاق بشأن الأراضي والجفاف بين 2 و13 من ديسمبر من عام 2024. ما مدى أهمية هذا المؤتمر؟ بالتأكيد اتفاقية مكافحة التصحر هي اتفاقية مثل اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية التغير المناخ، اتفاقيات تم الاتفاق عليها في ريو عام 92 وتسمى اتفاقيات ريو. اتفاقية مكافحة التصحر ستعقد مؤتمر الأطراف 16 في مدينة الرياض كما أشرت ذلك عن حق في شهر ديسمبر، وبطبيعة الحال أنا أنوي التواجد هناك لأن التصحر وتدهور الأراضي واستصلاح الأراضي وكذلك التكيف مع الجفاف هما في صلب تفويض الممنوح برنامج الأمم المتحدة للبيئة. لدينا برنامج خاص باستصلاح الأراضي، وجمال استصلاح الأراضي هو أنك عندما تستصلح الأرض فإنك تعالج تدهور الأرض وكذلك خسارة البيولوجية وكذلك المناخي، وتعزز القدرة على مكافحة الجفاف خاصة عندما يكون هناك كثبان رملية ساحلية تمتص طبعا الفيضانات التي تأتي مع مد عالي ورياح قوية أيضا. وعندما تستصلح أراضي داخل المدينة فإنك من ناحية تقلل من عواصف الترابية، ولكنك تخلق أيضا ما يشبه الإسفنج بوسعها أن تمتص هذه الآثار. حقيقة الأمر هو أن استصلاح الأراضي هو مفتاح سحري، وهذا أمر مفيد لنا لأننا نحب أن نمشي في وسط أخضر، وهذا مفيد أيضا ل مساعدة على حل مشكلات التغير المناخي والتعامل مع التنوع البيولوجي وكذلك التصحر. العام الماضي كان أسخن عام مع ما نجم عن ذلك من موجات الحرارة والعواصف والجفاف. الملايين من الأشخاص توفوا بسبب تلوث الهواء والأراضي والمياه، والغابات المطيرة تستمر في تقلص، وأصناف كائنات مهمة تتقلص أيضا وهي مهمة لحياتنا والبشرية تحفر لنفسها حفرة عميقة. هل لنا نخرج من هذه الحفرة إذا لم نتصرف اليوم؟ من الواضح نحن في الأمم المتحدة وكذلك في برنامج الأمم المتحدة للبيئة دعونا للتحرك منذ توقيع هذه الاتفاقيات في 1992. التحرك مهم، وأي تأخير
سوف يزيد بالأساس تكلفة التداعيات، ولكن في الوقت الراهن نحن نتوجه إلى زيادة في درجة الحرارة تجاوز درجتين، وهذا أكبر بكثير من ما يدعو إلى اتفاق باريس الذي يحدد الارتفاع بدرجة ونصف الدرجة المئوية. رأينا ذلك، وهذا أدى إلى عواصف وحرائق لا جفاف، وأدى ذلك إلى دمار كبير. وهذه التكلفة تزداد بشكل أو على أساس يومي. ليس هناك يوم لا تعج فيه شاشة التلفزيون بمشاهد الكوارث. أتحدث إليك الآن من كينيا، عانينا من 4 سنوات من الجفاف الشديد، والآن نعاني من فيضانات عارمة. ليس هناك إذن أي بلد في هذا العالم محصن عن ذلك، سواء كنت غنيا أو فقيرا، نحن نعيش في نفس المناخ. إذن إذا ما أخرنا التحرك فالفاتورة ستكون باهظة أكثر، وهناك عدد أكبر من الأشخاص الذين سيعانون. إذن شيء جيد أن نشهد بعض التقدم في كوب 28. رأينا إطلاق صندوق الخسائر والأضرار، ولدينا 700 مليون دولار من التعهدات حصلنا عليها لهذا الصندوق. هذا أمر ليس كل ما نريد، ولكنها بداية جيدة. هناك بلدان وافقت على مضاعفة إنتاجها من الطاقة المتجددة 3 مرات، وهناك بلدان تعهدت بزيادة أو مضاعفة كفاءة الطاقة لديها. وكل هذه الإجراءات مهمة، لكن علينا أن نسرع الوتيرة، لأن حقبة الوقود الأحفوري يجب أن تتوقف، وبالتالي فإن انبعاث ثاني أكسيد الكربون يجب أن يكون دعامة اقتصاداتنا. يجب أن نفهم بأن ذم ثاني أكسيد الكربون وكذلك الوقود الذي مكننا من التطور لا يفيد. علينا نميل على البدائل والحلول، وهذا جزء لا يتجزأ من المناقشات التي سوف تجرى في الكوب 29 في أذربيجان. ثمة 6 بلدان تتقاسم الغابات المطيرة في الأمازون، وهي البرازيل وبوليفيا وبيرو وكولومبيا والإكوادور وفنزويلا. وفي هذه البلدان 6، قطع غابات الأشجار يعتبر الأسوأ من نوعه في العالم. كيف يمكن أن نجعل هذه البلدان ترى بأن ما تقوم به هو مضر للغاية لكوكبنا وشعوب هذا العالم؟ إنما قالته البرازيل كثير من هذه البلدان عن حق. هي قالت، والآن أتحدث بأصواتهم، لقد تسبب تدهور غاباتكم واكتشفتم الثروة تحت الأشجار، اكتشفتم الذهب والمعادن التي تحتاجونها لتغذية تنميتكم. إذا رغبتم منا أو بالأحرى أنكم مدينون لنا بشيء ما نظير هذه الخدمة، لأن هذه الغابات هي رئة العالم. أقول بعد اعتلاء الرئيس لولا دا سيلفا سدة الرئاسة قال ذلك، وهذا ينطبق على كولومبيا وبلدان أخرى، وسرع هذه الوتيرة وقام بالأمور الصحيحة فيما يتعلق بوقف أو العمل على وقف تدهور الغابات الاستوائية، مع الفهم بأن هذا لا يسيء للعالم فقط ولكن لهذه البلدان أخرى. لكن يجب أن يكون هناك فهم لدفع فاتورة ما لهذه هذا النظام البيئي ولما يوفره لبقية دول العالم. وأنا موجودة على مقربة من حوض الكونغو، وهو وجمهور الكونغو الديمقراطية لها حصة كبيرة في هذا الحوض مع بلدان أخرى أيضا. وهذه بلدان فقيرة للغاية، لكن هناك ثروة هائلة تحت هذه الغابات. العالم يرغب ونحن نرغب من حوض الكونغو وحوض كذلك الميزون في آسيا، أن إذا حوض الكونغو أن يحظى بهذا الدعم، حوض بورنيو ميكونغ أيضا أن يحظى بهذا الدعم لإنجاز هذا الهدف. وأعتقد بدأنا نرى هذا تحركا في هذا الاتجاه، لكن ليس بالسرعة والوتيرة التي نرغب بها، وهذا أمر حاسم لأنه من مصلحة الجميع حتى تظل هذه الغابات الاستوائية.
على صعيد العالمي هناك مليارات شخص يعتمدون على الزراعة لكسب قوتهم. كيف يمكن أن نجعل النظم الغذائية أكثر استدامة؟ إن هؤلاء الأشخاص المليارين هم أيضا من يوفرون الطعام لنا، وهم من يضمنون أن نستطيع التوفير الغذاء لأسرنا أيضا. آخر ما يجب أن نقوم به هو ذم هؤلاء المزارعين. يجب أن نكون ممتنين جدا نظير العمل الذي يقومون به، ولكن حقيقة الأمر هي أننا ندفع من خلال أنشطتنا الزراعية للمزيد من تدهور الأراضي، ويجب أن نفهم أن هذا التدهور يمكن أن يحد من إنتاجنا من الأغذية ب 12% في السنوات المقبلة، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ما يجب أن يحدث هو أن نفكر، نعم قد نحتاج لبعض المواد الكيميائية في زراعتنا، لكن هل يمكن أن نركز على الزراعة التي تجدد نفسها؟ هل يمكن نحد من هذه المواد الكيميائية؟ إن من خلال استخدام الأنظمة القديمة حيث نسمع للتربة بإعادة تجديد نفسها، ونستخدم أيضا السماد العضوي، يكون لدينا طبعا أتربة أكثر خصوبا. نفهم أن هناك مشاريع في العالم تحول أراضي متدهورة إلى أراضي زراعية، إلى غابات، إلى كذلك أراضي مراعي، وهذا أيضا يوفر فرص العمل، وبالتالي نرى هذا يحدث في العالم. هذه هي الرسالة الأساسية التي سوف تتمخذ عن اليوم العالمي للبيئة الذي ستستضيفه السعودية. الوقت غير متأخر، تحتاج الطبيعة لاستراحة ستنهض مجددا. رأينا ذلك خلال الكوفيد، حيث أننا سجننا فجأة في أقفاصنا، وطبيعة سيطرت على الشوارع، وبدأنا نرى آفاق جديدة، لأننا لم نكن نلوث نفس الأرض. هذه الأرض لو أعطيناها فرصة استراحة فالبذور سوف تينع، لأن كوكبنا سحري. هل لك أن تحدثين عن أهمية الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمملكة العربية السعودية؟ هذا أمر نوليه الأهمية بالغة. حظيت بشرف زيارة المملكة في وقت سابق من هذا العام، ومن أوضح أن استضافة المملكة لليوم العالمي للبيئة وكذلك مؤتمر مكافحة التصحر، هذا التعاون سيزداد عمقا. لدينا علاقة تعاونية مع المملكة امتدت لعقود، ونحن طبعا نتبنى مقاربة تشرك جميع الوزارات حتى لا يقتصر الأمر فقط على مسألة تدهور الأراضي، وإنما تلوث الهواء أيضا، وكذلك التبريد، والأمور ذات صلة بالتغير المناخي والتنوع البيولوجي. هذه الأمور مترابطة فيما بينها. عندما زرت المملكة في وقت سابق من هذا العام، حظيت بشرف زيارة بعض برامج استصلاح الأراضي الذي تدعمها المملكة العربية السعودية في هذه الأراضي القاحلة جدا. المثير للدهشة هو أنه على مد البصر يمكن أن ترى الأرض تتجدد، وكيف يتم ذلك؟ من خلال القليل من الحماية حتى لا يكون هناك ماعز أو حيوانات ترعى، ومن خلال زرع أصناف محلية وهي أصناف مقاومة تجدد الأرض، وستقوم بتعزيز رطوبة التربة وتصلح التربة أيضا. إذن أعتقد أننا ننظر إلى المملكة العربية السعودية لكي تواصل دورها الداعم القوي لعمل اليونيب على الصعيد العالمي، ولتكون مثال مشرق لما يمكن أن يتحقق من المشاريع المحلية. سأتحدث عن المال الآن. إن تكلفة تكيف البلدان النامية سنويا تقدر بحوالي 70 مليار دولار، ويتوقع أن يرتفع الرقم إلى 140 أو 300 مليار دولار بحلول عام 2030. ما مدى تفاؤلكم بتوفر المواد المالية الكافية لذلك؟ طبعا، وهذه الأرقام هي صحيح مستوحاة من بحوث برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ما يقلقنا هو أن هذه مجموعة واسعة توصلنا إليها فيما يتعلق بالتكاليف، للأمر يتوقف على ما نقوم به، وهناك قضايا طبعا مهمة. وإذا ما
قمنا بعملية نزع الكربون كما تعهدنا في باريس فيما بيننا، وإذا ما استثمرنا في إجراءات التكيف كما تفضلت بالإشارة إليه ونحن وتوعدنا بذلك في باريس أيضا، فسوف نمنع حقا ارتفاع التكلفة وسوف نمنع الخسارة والأضرار بالحد عكس ما شهدناه في باكستان عام 2022. إذن السؤال هو هل نحن مستعدون للقيام بذلك أم نريد أن نؤجل ذلك للأمر غير مناسب، ولأن السياسيين يعتقدون أنه يمكن أن يؤجلوا ويقذفوا للسياسيين الذين سيأتون بعدهم. أمل ولدي ثقة بأن لدينا الحكمة السياسية والقيادة السياسية التي تفهم أن هذا على الرغم من الأزمات والحروب والكوارث والتوتر السياسي الأخرى والتي نتفهمها بأن هذا لا يمكن أن نؤخره لأن التكلفة ستكون أكبر بكثير، ومن سيدفع الثمن؟ نحن جميعا إلى حد ما، لكن أفقرنا الناس في الجنوب العالمي والذين يعانون من الأراضي القاحلة، هؤلاء سيدفعون التكلفة العليا ولا يمكن أن نقبل بذلك. إذن ما مدى ثقتي بذلك؟ إنني طموحة ولدي الأمل وأسعى دائما للوصول إلى الحقائق وتقديمها للعالم كالعلوم لمعرفة ما علينا القيام به. سأقول أنني واثقة لأن المزيد من الناس يطالبون بذلك، ولأن الناس يأخذون القضايا البيئية ليناقشوها في على مائدة العشاء وفي مجالس الإدارة وفي الفصول الدراسية وفي المكاتب الوزارية. أعتقد نعم يمكن أن نصل لهدفنا، ولكن الوتيرة سريعة علينا أن نسرعها. إنجر أندرسنغ وكيلة الأمم العامة المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج يونيب، نشكرك على هذه المقابلة الحصرية وعلى أفكارك وكل جهودك لإنقاذ عالمنا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك، سعدت بهذا اللقاء. وصلنا مشاهدينا الكرام إلى نهاية مسيرتنا في شارعنا، نشكر لكم كرم المتابعة. هذا طلال الحاج وفريق البرنامج في دبي ونيويورك، نستودعكم وحتى نلتقيكم ثانية نترككم في أمان الله.